السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شهر سلام. والدرس اليوم مثل ما شايفين هو الباتتسيب اينز وباتتسيب تسباي. الباتتسيب اينز معناته بالعربي اسم الفاعل، والباتتسيب تسباي معناته اسم المفعول. طيب شو يعني اسم الفاعل والمفعول؟ راح ناخذ لمحة بسيطة يعني للي مو متمكنين من قواعد اللغة العربية، او يعني لحتى تعرفوا كيف يعني بنصيغ اسم الفاعل واسم المفعول. اول شيء بالالماني ما عندهم شيء اسمه اسم فاعل واسم مفعول، عندهم شيء اسمه باتتسيب اينز وباتتسيب تسباي. هذا الباتتسيب اينز بيمثل باللغه العربيه اسم الفاعل، والباتتسيب تسباي اسم المفعول. طيب ناخذ لمحه بسيطه عن قواعد اللغه العربيه. بقواعد اللغه العربيه عندي اول شيء اسم الفاعل. شو هو اسم الفاعل؟ اسم الفاعل اول شيء هو اسم يصاغ على من او ما اتصف بالفعل او قام به، يعني الشيء اللي بيتصف فيه الفعل او الحدا يعني اللي قام بالفعل هذا، او يعني على من يوقع عليه الحدث. يعني هذا اسم الفاعل بدل على من او ما اتصف بالفعل او قام به، يعني عن الشخص الفاعل، من اسمه الشخص الفاعل. تمام. واسم المفعول، اسم المفعول اسم بينصاغ للدلالة على من أو ما وقع عليه الفعل. ملاحظين كيف شو الفرق؟ أن باسم الفاعل بدل على ما أو من اتصف بالفعل أو قام به، واسم المفعول على من أو ما وقع عليه الفعل. طيب شو صياغة اسم الفاعل باللغة العربية؟ صياغته بينصاغ أول شيء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. شو يعني فعل ثلاثي؟ يعني فعل من اسمه ثلاثي مؤلف من ثلاث أحرف، اللي هني مثل مثلا فعل شكرة أو فعل حمدة، أو بالأحرى يعني فعل ضربة. تمام. هذا فعل اسمه فعل ثلاثي، وبينصاغ كمان من الفعل غير الثلاثي، مثال مثل مثلا اندفع، استخرج، انتشر، أحسن، أكرم، وإلى آخره. طيب أول شيء من الفعل الثلاثي، اسم الفاعل من الفعل الثلاثي بينصاغ على وزن فاعل. على وزن فاعل شو معنى وزن فاعل؟ يعني مثلا إذا كان الفعل عنده شكرة، يعني إذا بدي أصيغه على وزن فاعل بيصير شاكر، حمد على وزن فاعل بتصير حامد، ضرب على وزن فاعل بتصير ضارب. تمام. إن شكرة شاكر، حمد حامد، ضرب ضارب. ومن الفعل غير الثلاثي مثل ما قلنا أنه مثل انتشر، اندفع، وإلى آخره، عندي أنا ثلاث خطوات لحتى أحول الاسم غير الثلاثي لا اسم فاعل. اول شيء تحويل الماضي لمضارع. اثنين بينقلب حرف المضارع ميم مضمومي. وثالث شيء كسر ما قبل الاخر. تمام. هذا هيك بنصاغ عندي اسم الفاعل، اسم الفاعل مع الفعل غير الثلاثي. يعني مثلا اكرم بتصير يكرم او مكرم. تمام. يكرم او مكرم. شفنا هون انه كسرنا ما قبل الاخر اللي هو حرف الراء من مكرم، وقلبنا حرف المضارع ميم مضمومي اللي هي مو. شفنا انه الميم حطينا فوقها ضمه تصير مكرم. او مثلا انتقم، ينتقم، منتقم. تمام. كسرنا ما قبل الاخير اللي هو القاف صارت منتقم، والميم كانت باول الجمله مضمومه. طيب هلا بننتقل لاسم المفعول. اسم المفعول قلنا اسم بينصاغ للدلالة على من أو ما وقع عليه الفعل. طيب كيف صياغته؟ بينصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. طيب من الفعل الثلاثي أولا بينصاغ الفعل من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. قلنا هون على وزن فاعل مثل شكر شاكر، هون على وزن مفعول، يعني مثلا مثل شكر مشكور. تمام. شكر شاكر مشكور، فعل شكر، فاعل شاكر، مفعول مشكور. فعل ضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب. الفعل شرب، اسم الفاعل شارب، اسم المفعول مشروب. تمام. والفعل اللي بينصاغ منه صحيح معتل الوسط او معتل الاخر، الصحيح دائما ما بتتغير فيه مضروب. تمام. يعني اذا كان الفعل عندي هون معتل الوسط بنرد في حرف العلي لأصله، يعني مثل عندي مثلا الفعل صام بتصير يصوم، والاسم المفعول بتصير مصوم. تمام. أو مثلا مثل فعل باع بتصير يبيع أو مبيع، زاد يزيد مزيد. هاي قواعد باللغة العربية يعني ثابتة. تمام. كنا ناخدها دائما بالمدرسة. طيب
من الفعل غير الثلاثي باسم المفعول بينصاغ الفعل غير ثلاثي تبعا لثلاث خطوات كمان، مثل باسم الفاعل. أول شيء تحويل الماضي لمضارع، بتنقلب حرف المضارع لميم مضمومي وبينفتح ما قبل الآخر. قلنا باسم الفاعل هون بينكسر ما قبل الآخر، مثل مثال إنه منتقم. أما باسم المفعول بينفتح ما قبل الآخر، يعني مثلا بدال ما تكون هون مثلا فعل أكرم بتصير هون مكرم باسم الفاعل، أما باسم المفعول بتصير مكرم. تمام، مكرم مكرم، بينفتح ما قبل الآخر وبتنضم الميم تتحول لمضارع. ومثلا فعل مزقة بتصير هون يمزق، شفنا أنه كسرنا ما قبل الآخر وهون صارت ممزق، فتحنا حرف الزاي. تمام، هذا كان، هاي كانت اللمحة. يعني بتمنى أنه يعني فهمتوا الشرح بالعربي. طبعا هاي قواعد، يعني اللي بيشوف بقارن قواعد اللغة العربية مع اللغة الألمانية، اللغة العربية فيها يعني السألف قاعدة يعني وكلها، يعني مو مثل بالألماني إسا على أضرب وأضرب. تمام، طيب هلا بننتقل للشرح. هون عندي أول شيء الاسم الفاعل. قلنا إذا كان عندي هون الاسم الفعل مو ثلاثي، مثل مثلا استمع بتصير مستمع. تمام، بنكسر ما قبل الآخر اللي هي الميم هون، مو قلنا بنضم الميم وبنكسر ما قبل الآخر باسم الفاعل. أما إذا كان الفعل قلنا ثلاثي ضرب بتصير ضارب، نصيغه على وزن فاعل، ضرب فاعل ضارب. طيب هلا الاسم المفعول استمع قلنا مسموع، وهون ضرب بتصير مضروب. تمام، اسم المفعول مضروب. طيب مثال انكسر منكسر، هون بدها تنكسر السين، وهون بث منبث، هون عنده انكسر مكسور بث مبثوث. تمام، طيب هلا بننتقل للأمثلة. هون عندنا الباتيسيب اينز. كيف بدي اصيغ انا بالاساس الباتيسيب اينز باللغة الألمانية؟ كتير سهلي وطبعا كتير بسيط، يعني اللي بيركز بهذا الدرس راح يعرف ان شاء الله، وراح يصيغ الباتيسيب اينز والباتيسيب تسفاي بكل سهولة. طبعا الباتيسيب تسفاي كلياتنا بنعرفه اللي هو الماضي البيرفكت، بس طبعا هون بده يجي الباتيسيب تسفاي، راح نعرف بالاساس شو العلاقة بيناتهم وايمت بدنا نستخدمهم. طيب هون الباتيسيب اينز بلوس تي، شو معنات هالحكي؟ يعني معنات هالحكي انه عندي هون انا مثلا الانفينيتيف من كل فعل. نحن بنعرف انه باللغة الألمانية انه اي فعل دائما بيجي جذره بالانفينيتيف، مثل ما هو بالانفينيتيف هيك بيكون اسم الفعل. مثلا هون عند الفعل لاخن بنضيف له حرف الدي بصير عندي لاخنت، انا هون تشكل عندي الباتيسيب اينز. تمام، الفعل فاغن بلوستي فاغنت. تمام، دائما الفعل فاغن بناخذ الباتيسيب بريزنس، ما بناخذ الباتيسيب تسفاي او البيرفكت، لا بناخذ الباتيسيب بريزنس يعني الحاضر من الفعل. الفعل هلا لاخن بصير لاخنت، يعني مثل ما هو الفعل بس بنضيف له دي. هون فاغن مثل ما هو نضيف له دي فاغنت، شباتسيغن مثل ما هو نضيف له دي شباتسيغنت، لاوفن لاوفنت، تانسن تانسن. تمام، هاي بكل بساطة أنا هون شكل عندي الباتيسيب أينز. طيب راح ناخذ هلا أمثلة. أول شي عندي هون داس كيند داس لاخت، هاي جملة كتير عادية، أنا عم شوف طفل بالشارع عم يضحك، بدي أوصف هالطفل هذا إنه هو عم يضحك. دايما نحن بنستخدم الغيلاتيف ذات، بالألماني هن بيستخدموا دايما الباتيسيب أينز، أو نحن يعني باللغة العربية الفصحى بنقول الطفل الضاحك. تمام، هون داس كيند داس لاخت، انا عم اوصف الكند عم اقول داس كيند داس لاخت، الطفل الذي يضحك. داس لاخت غلاتيف ذات داس لاخت. هون انا بدي احول هاي الجملة الغلاتيف ذات للباتيسيب اينز، بجيب الارتيكل بحطه باول الكلمة، وبجيب الاسم بحطه باخر الكلمة، وبحط هون الباتيسيب اينز. قلنا من الفعل لاخن بنحطها مثل ما هي وبنحط حرف الدي. وهون ملاحظة انه الباتيسيب اينز بالجملة او بصياغته، يعني هون باكثر الجمل بيعامل معاملة الصفة، يعني مثل ما بنعرف انه الدس في حالة النوميناتيف
بعد البشتمتي ارتكل دائما بنضيف للارتكل ايه. تمام، داس شونه كيند، داس هوبشه كيند، داس سيكيشه كيند. تمام، داس لاخن دا كيند، يعني هون صغت الجملة أنا وصار معناتها أنه الطفل الضاحك. تمام، داس لاخن دا كيند. طيب ننتقل هلا لاسم المفعول. اسم المفعول هون داس أوتو داس كشتولن فود إست هي. شايفين أنا ورفيقي ماشيين، شايفين السيارة تبع جارنا اللي انسرقت من يومين ثلاثة أو من أسبوع. بقول له داس أوتو داس كشتولن فود إست هي، او بحكي مع حدا يعني بقول له داس اوتو داس كشتولن فودا است هي، السياره داس كشتولن فودا التي سرقت است هي. هون طبعا عندي حاله باسيف، ان حاله الباسيف دائما نستخدمها لما بيكون الفاعل مو معروف او لما بيكون معروف، يعني بس نحن هون بهالجمله مو مهم مين اللي قام بالفعل، المهم شو اللي صار. فاس باسيف. تمام، انا بدي صيغ اسم المفعول من هالجمله هاي، شو بساوي؟ بجيب الداس بحطه بأول الجملة، وبحط الباتتسيبت سباي هون نص الجملة، وبضيف له حرف الاي، وهون الاوتو است هي، كف الجملة مثل ما هي. داس كشتولن اوتو است هي. تمام، شو بتصير معنات هالجملة هاي؟ انه السيارة المسروقة است هي. داس كشتولن اوتو است هي، السيارة المسروقة هون. تمام، لاحظين كيف؟ داس gestohlen Auto ist hier. هون شفنا انه جبنا الباتتسيب 2 من اسمه الباتتسيب 2 وضفنا له حرف الاي، لانه قلنا انه بالباتتسيب 1 وبالباتتسيب 2 يعامل هذا الاسم هون او الفعل يعامل معاملة الصفة. داس gestohlen Auto. تمام، هيك بنصيغ الباتتسيب 2 والباتتسيب 1. ناخذ مثال ثاني، der Mann der läuft. انا عم وصف رجل مثلا انه شكله كتير غريب، der Mann der läuft، انا عم اقول له der Mann der läuft، الرجل هون الرجل الذي يمشي، der läuft يعني عم يمشي، هلا عم يمشي، انا عم شوفه انه هلا عم يمشي. هلا هون بدي احول هاي الجمله ل Partizip 1 لاسم فاعل، بتصير der laufende Mann. der laufende Mann، شوف صار معناتها الجمله هاي، الرجل الماشي. تمام، فعل مشى ماشي، دي لوفند مان، الرجل الماشي. طيب بنشوف هلا الباتتسيب 2، دي مان دي جشلاجن فود از توت، يعني انا عم احكي على الرجل دي جشلاجن فود، يعني اللي انضرب از توت يعني مات. تمام، يعني حدا بنعرفه نحن انضرب، يعني تعرض لحالة ضرب وبعدها مات. der Mann der geschlagen wurde، الرجل الذي ضرب استوت، هو ميت. هون بدي احول هاي الجملة لاسم مفعول، der geschlagen Mann ist tot. der geschlagen Mann ist tot. تمام، der geschlagen، شفنا هون انه ضفنا حرف الاي لانه كمان هون عنده بشتمتي ارتكل، وبعدها هون لأنه عملنا الفعل معاملة الصفة ضفنا له إيه. تمام، داس جشتاجن مان استود. طيب هون هلا راح ناخد مثال ثالث، دي فغاو دي تانت. أنا عم وصف المرأة هلا مثلا نحن بحفلة، المرأة هون عم ترقص، دي فغاو دي تانت، أنا عم شوفها هلا عم ترقص. هون شفنا انه اسم المفعول بالباتتسيب 2، هون السيارة المسروقة يعني تم فعل السرقة تم يعني وخلص. هون الزلمة كمان انضرب وخلص، يعني ما عم ينضرب هلا، انضرب وخلص، انه مات، انضرب وخلص ومات. هون السيارة انسرقت وانوجدت مرة تانية است هي، بس هون بالباتتسيب 1 دائما بنعبر عليه بالبريزنس، دائما انه لما شيء عم يصير هلا عم يحدث نستخدم باتتسيب 1، شيء حدث نستخدم الباتتسيب 2. هلا هون دي فراو دي تانت، نحن هلا قلنا عم نشوف المرأة اللي عم ترقص، انا عم اشير عم اقول له دي فراو دي تانت، المرأة التي ترقص. هون بدي احول هاي الجملة لباتتسيب 1 بكل بساطة، دي تانت سند فراو، المرأة الراقصة، المرأة الراقصة. تمام، المرأة الراقصة، دي تانت سند فراو، المرأة الراقصة. طيب بنشوف هون هلا
Partizip 2. Die Frau, die ertrunken ist, war 25 Jahre alt. Die Frau, die ertrunken ist, ertrunken, hier in der Fall ertrinken, yani yagraq, hon, war 25 Jahre alt. Yani, al-mar'a allati gharaqat, war 25 Jahre alt, kana umruha 25 sana. طيب هلا هون انا بدي احول هاي الجمله لغلاتيف زاتس بدي احولها لباتيسيب 2 شو بقول بقول دي اترونكن فراو وا 25 يار ال يعني المراه المغرقه تمام مغرقه هون بالعربي بتصير اسم المفعول من الفعل الغرق مغرقه او يعني نحن بالعاميه ما بنستخدم هيك شغلات او هيك قواعد انه جانس انفخ بنقول المراه اللي كان المراه اللي غرقت تمام انه غرقت خلاص انه تم فعل الغرق وانتهى ضا 25 يار ال هو انا عم بحكي انا المره يعني اللي غرقت كان عمرها 25 سنه تمام هذا كان كل شيء بيتعلق هون لحتى نشوف شو الفرق بين الباتيسيب 1 والباتيسيب 2 طيب ننتقل هلا للسلايد اللي بعده هلا في قاعده باللغه الالمانيه بتقول في حالتين انا عندي لحتى استخدم الباتيسيب 1 اول حاله هي لحتى اوصف انا حدثين صاروا بنفس الدقيقه او عم يحدثوا بنفس الوقت او مثلا لحتى اختصر انا الكلام او لحتى اقصر الجمله شو معنات هالحكي هلا عندي هون انا بالجمله الاولى ديمان جيت اوس ديم هاوس وانت شغايت انا هون شايف زلمه مثلا جاري مثلا دخل لعنده حرامي او عم يحترق بيته بقول ديمان جيت اوس ديم هاوس وانت شغايت يعني هون مثل ما شايفين انتو انه عندي حدثين بنفس الجمله ديمان جيت يعني الرجل يخرج اوس ديم هاوس وانت شغايت يعني يخرج ويصرخ هون شغايت من الفعل شغاين يعني يصرخ ملاحظين كيف ديمان جيت اوس ديم هاوس وانت شغايت الزلمه عم يطلع وعم يصرخ عم يصرخ طيب انا كيف بدي اوصف هالجمله هاي بدي صيغ الباتيسيب 1 منها وكيف بدي اقصرها هلا هون دي شغاين دي مان جيت اوس ديم هاوس هون بكل بساطه انا اختصرت هالكلام هذا قلت انه دي شغاين دي مان جيت اوس ديم هاوس هون انا استخدمت اول شيء قصرت الجمله سويت دي شغاين دي مان جيت اوس ديم هاوس الرجل صارخ جيت اوس ديم هاوس يخرج من المنزل تمام شفنا هون انه الرجل يخرج من المنزل وهو يصرخ او وهو عم يصرخ يعني هون صارت الرجل الصارخ يخرج من البيت دي شغاين دي مان جيت اوس ديم هاوس الرجل الصارخ يخرج من البيت طيب بنشوف الحاله الثانيه الحاله الثانيه بتصير دي مان جيت شغاين اوس ديم هاوس هون انا استخدمتها هون كصفه صارت عند ديامان الرجل جيت شغاينت اوس ديم هاوس يخرج وهو صارخ هون انا استخدمت جملة حال شو هو الحال العربي هو الشيء اللي عم يوصف الوضع عم يوصف الحالي اللي عم يخرج فيها الرجل الرجل كيف عم يخرج يا اما عم يخرج يعني وهو عم يبكي يا اما عم يخرج هو عم يضحك يا اما عم يخرج وهو صارخ يعني بقول ديامان جيت شغاينت اوس ديم هاوس يعني الرجل يخرج وهو صارخ هون هيك معنات شغاينت اجت بالجملة جيت شغاينت او شغاين دي مان جيت اوس ديم هاوس تمام شغاينت هون جيت شغاينت تمام نستخدم الفعل مثل ما هو ومنضيف الباتيسيب 1 بعد الفعل مباشرة بدون اضافات او بدون مثلا لواحق او بدون اي شيء ديمان جيت شغايند اوس ديم هاوس ديمان جيت لاخند اوس ديم هاوس ديمان جيت مثلا فاينند اوس ديم هاوس يخرج وهو باكي تمام هذا هيك معنات هالجملة هاي طيب هلا ننتقل للمثال اللي بعده المثال اللي بعده داس ميتشن لاخت اند فيات اندي شولي يعني انا عم شوف الصبية داس ميتشن هي الصبية لاخت وانت فيات اندي شولي يعني عم تضحك ورايحة على المدرسة هون شايفين انه نحن لاخت لاخن والفعل فاغن اثنيناتهم محطوطين بجملة واحدة طيب
كيف بدي أوصف أول شيء الفعل أو كيف بدي أصر الجملة؟ أول شيء بأصر الجملة إنه باستخدام الباتتسيب أينز مع إضافة النهاية يعمل معاملة صفة، بتصير داس لاخن دي ميتشن فيات اندي شولي، بتصير الصبية الضاحكة فيات اندي شولي تذهب إلى المدرسة. تمام، داس لاخن دي ميتشن فيات اندي شولي، الصبية الضاحكة تذهب إلى المدرسة. طيب أنا كيف بدي أوصف هاي الجملة؟ أنا بدي أسوي هلأ الجملة جملة حال، بدي أقول أنه الصبية رايحة على المدرسة وهي ذاهبة إلى المدرسة وهي تضحك، يعني بالأحرى هي رايحة على المدرسة وعم تضحك، بتصير بهالشكل هذا Das Mädchen fährt lachend in die Schule. Das Mädchen الصبية fährt تذهب lachend in die Schule، تذهب وهي تضحك، مثل هون geht schreiend يخرج وهو يصرخ، هون تذهب وهي تضحك، أو فينا نقول مثلا fährt weinend in die Schule، تذهب باكية إلى المدرسة أو تذهب ضاحكة إلى المدرسة. تمام، هيك معنات هالجملة هاي. طيب هلا عندي هون الجملة الثالثة دي كندا شبيلن إم جارتن أند لاخن، أنا عم أوصف هون الكندا، دي كندا شبيلن إم جارتن، الأطفال يلعبون في الحديقة أند لاخن وهم أو ويضحكون، هون هيك معناتها أند لاخن، هيك ترجمتها للعربي، يلعبون في الحديقة ويضحكون. طيب أنا كيف بدي أصر هالجملة هاي؟ استخدمها بالأول مع الباتتسيب أينز als adjektiv، بتصير بهالشكل هذا Die im Garten spielenden Kinder lachen. Spielenden Kinder lachen. طيب die im Garten spielenden Kinder lachen. أنا هون شو سويت؟ im Garten die im الأطفال ال هون die im Garten spielende Kinder lachen. الأطفال اللاعبون أو الأطفال اللاعبون في الحديقة لاخن. هون دي ام جاتن طبعا هيك صياغتها باللغة الألمانية دائما انه بدنا نستخدم المكان. تمام، او فينا نقول مثلا دي شبيليندا كيندا لاخن ام جاتن، يعني الاطفال اللاعبون يضحكون في الحديقة، بس انا هون هيك صياغة الجملة بالاحسن، يعني هيك صحيحة 100%، دي ام جاتن شبيليندا كيندا لاخن، الأطفال اللاعبون في الحديقة يضحكون. دي كندا إم جاتن شبيلندن كندا، يعني إذا كان عندك هيك جملة فيها مكان هيك بتستخدم مثلا إم جاتن أول شيء وبعدين بتحط شبيلندن كندا لاخن، الأطفال اللاعبون هون شبيلندن إم جاتن في الحديقة لاخن يضحكون. طيب كيف بدي أحول هالجملة هاي ل حال، جملة حال، بدي أوصف حالهم إنه هني عم يضحكوا. دي كندا شبيلن لاخند إم جات، هيك معناتها الجملة هاي، شايفين إنه بكل بساطة فيني أوصف أنا هون أو فيني أعمل هالجملة هاي. دي كندا الأطفال شبيلن يلعبون لاخند إم جات، لاخند وهم يضحكون. أنا عم أوصف حال، كيف يلعبون؟ هم يلعبون وهم يضحكون. لاخند شبيلن لاخند. أول شيء بيجي الفعل الأساسي ومنضيف الباتتسيب سفايب بعده بدون أي لواحق، شغاينت لاخنت لاخنت. تمام، أو فينا نقول مثلا فايننت، أو فينا نقول مثلا شغاينت، فينا نقول أي صفة، المهم أنه تكون بالباتتسيب أينز ونضيف لها الدي بدون أي لواحق، مثلا مثل هون بالسلايد اللي قبله كانت داس لاخن دي كينت. تمام، وهون بحط بالأخير إم جاتن المكان. دي كندا شبيلن لاخن إم جاتن، الأطفال الأطفال يلعبون وهم يضحكون في الحديقة، أو بالعربي يعني الأطفال يلعبون في الحديقة وهم يضحكون. تمام، بتمنى إنه كان الدرس يعني كتير واضح أو الشرح، وبتمنى إنه استفدتوا من الأمثلة. لا تنسونا من دعائكم، بشوفكم بخير إن شاء الله بالدروس الجاي، في أمان الله.